ريبو، مرحبا بك معنا. بك يا شكوت، شرفني حضوري عندكم الله وشكرا يسلمك، لكم على الاستضافة. يشرفنا حضورك. جيتنا ربي من مدينة قسنطينة. ما نعم قسنطينة ريبو رغم أنه رجل وراي مكسرة ربي وجاء الحصة تاعنا. مرحبا بيان بك ريبو. بيك يا عيشك حبيبي ربي كيفاش يسر. كسرت ريبو قبل؟ طحت من الحصان، كنت فوق الحصان طحت طحت من الحصان، طيشني الحصان، يا خويا. حاجة بشفى لي عليك طيحني إن شاء الله بشفى عليك. يا بداية، عيشك. شكون هو ريبو للناس اللي ما تعرفوش؟ ريبو أنا وجداتي، صح، على صانع محتوى على التيك توك وانستغرام، كل المواقع التواصل الاجتماعي، دير فيديوهات انا وجداتي نوصلوا في رساله جد واضحه للناس اللي راهي طيشي والديها في ديار العجازه. باسكو فري انا دخلت لدار العجازه وراني نشوف الناس بزاف بزاف في راهم في دار العجازه، ناس داكور بزاف داكور. ريبو نقدر نقول عليك تيك توكر، تيك توك يا انستغرام كل شيء صانع صانع محتوى، محتوى. صح؟ ريبو كون نقول لك كيفاش بدات الحكايه. بدات الحكايه في جونفي، صح، بدات الحكايه بضحكه خلاص، كنت ندير لايف مع ناس في تيك توك، وهذه في يوم من الايام طلت جداتي عليا وانا ندير لايف، طلت هكا جات لا رياكسيون تاعها كيوت بزاف، ريجستريتها وحطيتها في 12 ساعه جاب 2 ملايين مشاهده. صح، اي من في هذيك بدات بعد الحكايه انا وجداتي، من نهار هذاك كريت انا وجداتي. يعني انت كنت تحب السوشيال ميديا بزاف وكنت في لايف مع ناس، نعم، دخلت جدتك دخلت لللايف، جات لا رياكسيون كيوت بزاف. طري بيان، من هذيك الفيديو بدات انا وجدتي، تقدر تقول لو بوم. بدايه انا وجدتي. تري بيان، اسكو يعني كاين ناس كي شافوا ديجا الجده تاعك واش قالوا لك؟ عجبتهم بزاف البروفيل هذاك؟ عجبهم، عجبهم بزاف بزاف بزاف. انت ما كنتش تستنى في هذيك ما كنتش نستنى فيها صح، بعد لقيت ناس بك، ناس تلاقاك ناس كبار بزاف في العمر جايز يتلاقوني يقولوا لي نشتيوك انت وجداتك، ناس حبيتها. باسكو من هذاك الوقت وليت ديما لي فيديو لي فيديو لي فيديو، ندير فيها رساله نص الرساله، ندير تجارب اجتماعيه. يعني ولا المحتوى تاعك دير اليوميات تاعك في انا البيت مع وجدتي الجده. باسكو انا عايشينها من قبل هكاك، واش هي شغل كي دخلنا السوشيال ميديا حبينا نوصلوا رساله للناس ونعطيو لهم كيف رانا عايشين. يعني انت كنت والفتها الجده تاعك، ما كنتش على بالك بالك باللي راح تمد هذاك البوم. ما كنتش ما وهي كنتش. كيفاش؟ احكي لي لا رياكسيون تاعها، كيفاش عجبها الحال؟ تعجبها بزاف، كي تجي كنصورها روح نصوروا ساعات هي تصيط تقول لي ساعات ما نجيش ثلاث ايام للدار والله تجي لي تقول لي روح روح صوروا، يعني بزاف ما صورناش من كي يجيو ناس معاها يصوروا ثاني يعجبها الحال. وشنو هي الفيديو ريبو اللي نقدروا نقولوا انه حسيت باللي دارت بوس كبير منذ بداياتك؟ ما عندوش شهرين هذاك هو الفيديو سما اللي حسيته انا بالنسبه ليا فري، هي فيديو مليح على الحرقه، فيديو على الحرقه درت لهم باللي راني حرقت، وقلت لجداتي وقلت لهم ما قلت لهم ما وخويا قلت لهم قولوا لجداتي باللي راني حرقت، وبالعفويه تشوفها كيف كانت لا رياكسيون تاعها، ناس بزاف بكاس من الفيديو هذاك. هذاك هو الفيديو الصومالي انتشر بزاف، وانايا بعد انا من داك نشوفه الدمعه طايح لي. يعني عجبتك لا رياكسيون تاعها؟ بزاف بزاف، باسكو عفويه، حنا نديرو فيديوهاتنا بالعفويه. ومن طون هذه رساله. رساله بيان سور، انا رساله للناس ما بيشوف، باسكو كاين ناس بزاف دوك راهو عنده جداتو بصح ما يزورهاش خلاص. صح. ما يزوروهمش. هما راحوا نوصلوا رساله باش يشوفوا جداتهم كيف راهم، عيش مع جداتك باسكو يتبقاو غير لو سيفونير من بعد. قل لي انا حبيت نعرف اسكو الام تقول لك انا ثاني كانش مدير ليش كيما الجده تاعك ما تغير شويه؟ لا 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 ما صغير شي، عيش بالحال هي ثاني، هي ثاني تعاونني من ذاك اللي تصورني، صح، من ذاك اللي تعطيني افكار، كي نعود نكتب لي سيناريو كانت التجارب الاجتماعيه هي اللي تجي تعطيني افكار، نعطيها السيناريو تقراهم بتقول لي هذه خاطي دير هذه، هذه خاطي دير هذه، عيش بالحال انا ما عرفتش. صح، الجده شحال في عمرها؟ 91 سنه. الله يبارك، يبارك فيك، ربي يطول في عمرها ان شاء الله. واسمها انا ما نعرفش. زبيده. 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 الحاجه زبيده دوكا تكون تشوف فينا دوكا في الحصه. تحيه لك. ادعي لنا الحاج، ادعي لنا. ادعي لهم كامل، كل الناس، كل الناس ادعي لهم دعوه خير. ربي يحفظها ان شاء الله. عندها الحاجه جمهور كبير، الحاجة زبيدة جمهور كبير برا، كيفاش ناس يتصوروا معاها؟ كيفاش بزاف كنت نخرج معاها برا، سما ما تقدرش تمشي هذيك الاز، سما شهرة جد كبيرة بعد الجدة. انا هي نورمال باسكو راجل نورمال، بصح الجدة شهرة جد كبيرة. الف تحية ليها، هي تحب التمثيل وتحب هذا الشيء، تحب تمثل هي من داك تمثل لك تقول سبحان الله، تقول قرات تمثيل تقول سبحان الله. الحمد لله، الحمد لله، ألف تحية لها مرة أخرى.
كيف كانت ريبو ردت فعل العائله؟ اسكو تقبلوا هذا الشيء لما شافوا الجده يعني في التيك توك و... بيان سير كاين اللي يتقبلوا، كاين واحد برك وحيد برك ما تقبلوش. داكور دوكم المهم، ولكن هي راهي حابه هذا الشيء. بيان سير هي حابتها بزاف، كل حابين عمومي جيراني بلا ما نهضروا على تا لا فامي جيران كل وهي المعنيه راهي حابه هذاك هو. بيان سير مادام هي حابه والاب حاب وقابل بالفكره اللي راني ندير فيها، وجامي ديرون جاني وجامي قال لي ديك الحاجه علاه والله جامي. لاز خلاص يخلي لي من داك، يخلي لي البيت سكا يخرج منها هو باسكو نتورني فيها، يخليها لي نروح نتورني انا. انت ملي كنت صغير وانت عايش معاها؟ عايش تبات معايا انا يومي ملي كان فيها مرات 9 سنين، اليومين هذا تبات معايا، محال تبات مع واحد من غيري انا. ما شاء الله ما شاء الله. تحيه كبيره للجده. انت كنت من الاشخاص اللي بداوا في التيك توك صح؟ صح صح. كاين بزاف انتقادات يعني ضد الناس النشطه على التيك توك في الجزائر، لماذا؟ لانه كاين ناس راهي تقدم صح في محتوى مليح تحيه لهم، وكاين ناس ما نكذبش عليك ما والو زيرو شغل، ولينا نحشموا ندخلوا له التيك توك. كيف ما ينتقدوش؟ بيان سير ينتقدوه وتحشم تدخل له. انا واحد من الناس ما نقدرش نوقف مع ما وندخل التيك توك، نحشم. انا واحد من الناس ما نحبش الشطيح. تشوف انه كاين بعض الناس يعني فئه معينه خسرت على الفئه اللي تخدم بيان. صحيح خسروا بزاف. كيما انا مثلا يتلاقوني برا يقول له صاحبه، يقول له هذا اللي يدير تيك توك، يقول له اش من تيك توك، فهمتني؟ تسمى شغل انا اللي ندير تيك توك في حاجه مليحه ومحتوى مليح، هو يقول له اش من تيك توك، باسكو خسروا علينا يكثروا واش طيحوا منا يخليونا من هذو الحوايج. رسالتك لهم واش تقول لهم؟ اللي حاب يصنع محتوى يصنع محتوى، اللي حاب يقعد يشطحوا منا خليك اخي العزيز دير محتوى مليح ونضيف، بربي ان شاء الله تنجح، وبدعوة الوالدين تنجح، وبدعوة الناس كل تدعي لك تنجح. طري بيان، كون نقول لك ريبو اهدافك ومشاريعك المستقبليه واش تقول لي؟ ندخل التمثيل ان شاء الله. ان شاء الله حاب تمثل؟ بيان سير. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا رب. ماذا بيا نعطيك بعض الصور وتعلق لي عليهم. حكمت لي ريزو سوسيو تاعك ريبو بان عندك اكثر من 107,000 اعجاب او متابعه على انستغرام، وعندك اكثر من 1,400,000 متابع على التيك توك. واش يمثلك هذا الشيء؟ شيء كبير ليا، ني شارف ليا انه الناس كي تبعني لدرجه، باسكو انايا بديت في جانفي تيك توك وافريل انستغرام. داكور مده قصيره راك 1,500,000 مده قصيره الحمد لله، باسكو انا شغل كيما نقول انا ندير في حاجه في جد مليحه عجبتني انا بزاف وعجبت الجده وعجبت الناس. الحمد لله يا ربي، هذه تسمى كيما نقول شارف ليا للناس اللي راهي تتبع فيا، شكرا لكم جميعا اللي راهم يتبعوا فينا. تربيه نوريك الصوره وعلق لي عليها. حبها بزاف الصوره هذه، حبها بزاف بزاف بزاف، وتحيه للمصور اللي صور. ما تشوفش باللي زدت ارتبطت اكثر بالجده لما اصبحت تدير معاها فيديوهات؟ زدت ارتبطت بزاف، كنا مرتبطين صح باسكو عايشه معايا دي شي دوك، زدنا ارتبطنا بزاف مع بعضنا. ما تجي كاين زعما دي فوا هكا تقول هاي نديروا فيديو تقول لك لا ولا ما كانش؟ ما تقولش ما كانش، تقول لك تحب نورمال هكا في الليل تكون هكا راكده ولا تشوفني نصور تنوض من الاخر وتجي عندي تصور معايا تحب تصور معايا. حتى كي شفت الناس بلي يعرفوها وكذا بدات تفهم شويه. ايه بزاف ايه بزاف. تحيه للحاجه. تحيه ليك زبيده، رانا نشوفوا فيك زبيده. ربي يحفظك لنا زبيده. مشاهدي الكرام نروحوا مباشره بعد هذا الحوار الشيق الى حوار جريء جدا في فقره 20 سؤال. ريبو عندي ليك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع، جاهز؟ جاهز. هل تظن أنك كنت ستلقى نجاحا لولا إدخال جدتك في فيديوهاتك؟ لا. لا. هل تعتبر نفسك مؤثر؟ نعم. هل ظلمت من قبل؟ نعم. من؟ من مؤثرين على التواصل الاجتماعي نصح قرب العين برك. مشاهير؟ نعم. من ولايتك؟ لا. عندك الجرأة تقولنا شكون؟ لا. أقرب الناس ليك؟ والدي. فريقك الجزائري المفضل؟ شباب قسنطينة. العالمي المفضل؟ برشلونة. أفضل لاعب في المنتخب الوطني؟ بلايلي. من ترشح للفوز في كأس أمم إفريقيا؟
الجزائر. ثلاث أشخاص تعتبرهم مؤثرين في الجزائر. هشام دوناف، ريفكا، مراد عودية. أفضل صانع محتوى جزائري. خبيب. أفضل تيك توكر جزائري في نظرك. أنا. أفضل مغني راب جزائري. ديدين. رسالة لأحد صناع المحتوى في الجزائر، وش تقول له دون ذكر اسمه؟ قلو بون كوراج وربي ينجحك إن شاء الله. مثلك الأعلى في الحياة؟ أمي. هل حقا فيه شخصية معروفة من ولايتك رفضت تعاونك؟ نعم. لماذا في رأيك؟ لماذا درك الناس ماشي الناس كل تحب لك الخير، كاين الناس تشوفك كصح ومنا وفيرا يشوف فيك دير في حاجة، بصح مش الناس كل تحب لك الخير في الدنيا هذه. بعد 5 سنوات ريبو وين تشوف روحك؟ بعد 5 سنوات ان شاء الله نشوف. الان ما عنديش عندي حتى حاجة في راسي، فكرة في راسي. ان كانت جدتك ريبو سبب في وصولك لما تريد او للشهرة او للتمثيل، هل سيرد ريبو جميل لجدته؟ نعم بإذن الله، في أقرب وقت إن شاء الله نديها هي وأمي وأبي العمرة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. رسالة ريبو لرواد التيك توك. الناس اللي راي تدير في محتوى مليح ربي ينجحكم، والناس اللي مش تدير في محتوى مليح وراي تدير منه من ديروا محتوى مليح وبربي إن شاء الله تنجحوا، هذاك مش ما راحين تروحوا به البعيد اللي راكم تديروا فيه. لو عرض على جدتك دور في إحدى المسلسلات. نعم نقبل وبإذن الله، وانا ماذا بيا ان شاء الله نديروا سلسله انا وجدتي في رمضان ان شاء الله. هل سنرى ريبو في رمضان 2022؟ لحد الان ما عندي حتى عروض، شيء باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. ان عرض عليك عمل في مجال السوشيال ميديا وطلب منك انك تنزح الجده من فيديوهاتك، هل راح توافق على هذا الشيء؟ لا ما توافقش. لا لا نهائيا. لماذا؟ لان الجدة هي سبب من اسباب نجاحي. اقصى نقد سمعته. خلي جداتك كبيرة مسكينة على هدي الله هكا. انتقادات غير واضحة. وش تقولهم؟ الناس ما لبليش علاه ينتقدوا انسان مع جداته يدير في حاجه مليحه وحاجه سامبل وحاجه فري تفرح وتضحك الناس. انتقادات لماذا؟ لماذا الانتقادات؟ اعطوني السبب فقط، لانه ما فهمتش انا، يا ما فهمتش السبب. كي تفهموني نفهم. رسالتك ليهم؟ ربي يهديكم. ريبو شكرا لك، شرفتني بحضورك. الله يحفظك. نخلي لك الكلمة الأخيرة وسلم لي بزاف على الناس قسنطينة. شكرا لك على الاستضافة أخي ياسين، وربي يحفظك خويا وعلى قناة النهار، وربي يحفظكم جميعا كاع كاع اللي يحبونا، ربي يحفظكم وإن شاء الله تشوفوا الحصة وما تنتقدوناش بزاف برك، لأنه حصة اللي ما على باليش بالأسئلة نهائيا، راهو جابهم لي أسئلة وجاوبت بالعفوية اللي عندي. ربي يحفظكم جميعا وشكرا لكم وراكم في القلب. ربي يحفظك وربي يشافيك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشافيني ان شاء الله. شكرا ريبو. عفوا لي عيشك.